بمنتهى الوضوح، الوضع في بنغازي نعم مثل ما وصف ضيفك، هنالك يعني عدم قدرة في استمرار المقاومة من قبل ثوار بنغازي، نظرا طبعا لانقطاع الامدادات عنهم من قبل المنطقة الغربية وأيضا المنطقة الجنوبية. ولكن دعونا نكون واضحين، عملية الكرامة تمتلك إعلام محلي أو حتى إقليمي، إعلام قوي جدا. هذا الإعلام يجيد من خلال العناصر التابعة للنظام السابق والتي هي أبواق لهذا الإعلام، تجيد فن التضليل وفن نقل المعلومة التي تحاول أن تحبط بها الأطراف الأخرى، وهنا أقصد الأطراف المضادة وهم الثوار ومن يدعم الثوار ومن هم ضد مشروع الكرامة، يجدون هذا الفن، يجدون فن الكذب. أما الأوضاع في حسب ما توصلنا من منطقة قنفودة، أوضاع الثوار في ظل الإمكانيات المحدودة والقدرات التكنيكية التي لديهم محدودة أيضا، لكن مع ذلك لازالوا صامدين، لازالوا يقاومون بدون عملية الكرامة في الجزائر في الأسلحة وفي الإمداد. أوضاع هناك تختلف كثيرا عما يسوق له الإعلام المطلق. نعم حشد ثمان كتائب وهيك عن الطيران والقصف وغيره وغيره، لكن عندما ننظر لعدد القتلى عناصر الكرامة والذين يزج بهم خليفة حفتر في منطقة قنفودة في الاشتباكات مع ثوار بنغازي، والهدف الأساسي من هذا المشروع هو تفريغ المنطقة من أبنائها لكي يحيا هو هذا الصنم هو وأولاده، لذلك هو أن يتخلص من أبناء المنطقة الشرقية في صراع متكافئ ما بين ثوار بنغازي وما بين العناصر التالية التابعة لعملية الكرامة. ولكن مع ذلك لو انتظر إلى قتل طيب الكرامة على مدار الأيام الماضية، نعم، إلى اليوم نجد العدد، نعم، عدد مرتفع. نحن نتحدث عن 65 قتيل في ظرف 3 أيام، يعني كارثة إنسانية. طيب. هؤلاء لهم أهل، لهم عائلات، لهم أطفال، لهم أسر، يتم قتلهم بدم بارد من قبل قائد عملية الكرامة في مشروع كاذب. أولا هو تحدث أن هنالك إرهابيين ودواعش، الدواعش خرجهم محمود الورفلي التابع للصاعقة 21 والتابع لعملية الكرامة وأحد قيادات الكرامة، خرجهم وهو ومعه مجموعة من القيادات للمنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية. هذه جزئية. وهنالك أدلة دائما ما نؤكد عليها أثبتت أن عملية الكرامة وقياداتها هي من تجند هؤلاء الدواعش. طيب. وتضعهم في المحاور. طيب. عموما ناهيك عن العائلات التي خرجت، هذه رسالة قوية تدين عملية الكرامة، إن هؤلاء العائلات كانوا في أمان مع ثوار بنغازي، أي بمعنى ليسوا دواعش، لأن الدواعش عادة تتجه إلى قتل والذبح وقطع الرؤوس. هذه حاجة. الأسرى من عملية الكرامة تم تسليمهم للكرامة، لقيادات الكرامة، ولم يتم ذبحهم من قبل ثوار بنغازي الذين كانوا أسرى. طيب سيد عبد الكافي.